رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي، مازال مواصلين ومازال مستمرين مع بعضياتنا حتى الوحده. كيف ما قلت اليوم لقائنا لقاء الحيه المنزليه والتاويل والافكار اللي يمكن اننا ناخذوها بطبيعه الحال. ارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم من اجل التواصل 0522 46 52 او 51 او 52. عندكم افكار او اسئله مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. وايضا غتكون فرصه باش ناخذوا مجموعه من الاقتراحات اللي كتوصلنا على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك ليا سيدتي سادتي. وايضا يمكن لكم تبعثوا لنا بطبيعه الحال باقتراحات علاش لا وبافكار على الصفحه، واللي لزرتوها غتلقاو فيها مجموعه من الافكار. غادي نبداو بدايه كيف ما قلت اليوم وجدت لكم فاش نقدروا نستخدموا الفازلين كماده من غير يعني ترطيب اليدين والقدمين وشي مرات وشي خلطات للبشره. اول حاجه يمكن نستعملوها ملي كتكون عندنا الفازلين في الدار هي الاحذيه ديالنا اللي كتكون من الجلد. تناخدو شي سبابات من الجلد كيكون شي مرات غالي او العزيز او لنا ارتباط به معين، كنبغيو دائما يكون كيلمع ويكون ما يتخدش الا غير ذلك. شي مرات كتقدر دوزي لشي بلاصه كيدوز فيه شي خط ولا سورتو الجلد ملي تيكون بغيون كتبقى باينه فيه هذيك الضربه الا تضرب. احسن حاجه كنديروها هي اننا كناخدو هذاك السبات ديالنا تنظفوه بواحد القماش يكون رطب، واحد الطرف ديال الثوب يكون رطب ما فيه حتى شي اللون، يعني يكون رطب ابيض. كنظفوه به داك السبات ديالنا كنمسحوه مزيان. من بعد تناخدو عاوتاني طرف ديال الثوب اخر ابيض ما فيه خمله، ما يكونش يعني يكون القطن ما يكونش فيه الخمله ولا شي حاجه من شي نوع اخر من التواب، قطن رطب. تنديرو واحد شويه في الفازلين وتندهنو هذاك الصباط ديالنا كامل، تنخليه لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى داك الجلد كيمتص هذيك الرطوبه يعني ديال الفازلين كيمتصها. تنخليه 5 ديال الدقائق يعني ندوزو الفازلين ونخليو الصبابات محطوط على جنب ونخليه 5 ديال الدقائق. من بعد تناخدو واحد الطرف ديال الثوب، يعني نقدروا ناخدو واحد الطرف كبير وكنقسموه على 3 باش نديرو به العمليه. تناخدو الطرف ديال الثوب الثالث وكنعاودو نمسحو به ديك الزياده ديال الفازلين بواحد الحركه سريعه، يعني بحال كنسيريو الصباط تنسيريو بداك الثوب ديال القماش اولا داك الثوب ديال القطن ابيض تنسيريو به دغيا 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 دغيا. ومن بعد تنحطو الصباط ديالنا. هادي انا نصيحه لكاع السيدات باش نحافظو على الاحذيه ديالنا، وسورتو بانه كلنا عندنا مشكل ديال لارونجمون، كلنا عندنا مشكل ديال لارونجمون ما كنلقاوش كيفاش نحطو داكشي كامل ونرتبوه. اذا افضل حل بالنسبه للاحذيه ديالنا وباش تبقى مزيانه دائما كناخذوا واحد الطرف يعني ديال دوك الخنيشات اولا دوك الثوب اللي كيكون كيتباع فيهم صباط، فين ما كنمشيو ناخذوا شي صبابات كيعطيونا واحد جوج ديال التويبات يكونوا رهاف تيكونوا رطبين، هذوك دائما نديروا فيهم صبابات وتنحافظوا عليه. يمكن نزولوه من الكرتونه وبي ولكن كنديروه في داك الطرف ديال الثوب وكنحافظوا عليه. ما عندناش تناخذوا ثوب قطني تنفصلوه على القياس ديال الصباط ديالنا وتنخشيو كل جيب اللي بغينا نقولوا فيه طريف فيه صباط وتنحطوه في واحد المكان اللي بقى محافظ عليه. يستحسن انه الا كان صباط طالون يبقى واقف، الا كانوا لي زيسبا كنخلفوهم، والا كان بطبيعه الحال لي بوت ولا كنعرفوا كيفاش نطويوهم وتنوضعوهم في داك يعني ما نضعوهمش طيات اللي يمكن يخسروا المنظر ديالهم، نعرفوا كيفاش نطويوهم ونوضعوهم في واحد المكان اللي يكون مزيان، لان الصبيبطه صرا بحالهم بحال الحوايج هما كيحتاجوا العنايه، كيحتاجوا اننا نردوا لهم بال، اننا نتعاملوا معاهم بطريقه مزيانه اللي بغينا نقولوا. كيما حويجاتنا اللي زوينين ربما ما كنسبنهمش الدار كنخافوا يتحبوا كنديهم للبريسينغ تنردوا لهم البال كيجيو محددين كنعلقوهم ولا كنطويهم بواحد الطريقه معينه ونديرهم في طريف ديال الثوب ربما. هاد الامور كلها كنديروها لبسنا اللي عزيز علينا، فحتى نفس الشيء خاصو يكون بالنسبه للصبيبطات باش نحافظوا عليهم ونبقاو نلبسوهم دائما زوينين ونحافظوا على الامد ديال الحياه ديالهم. كاين اقتراح اخر فيما يخص الفازلين، اذا كانت شي علامات مائيه ولا بقع على شكل دوائر ولا بقى يعني بحال مثلا الكاس حطيناه وبقاو يعني الاطراس ديالو، ولا مثلا القهوه سخونه ولا اتاي ولا بقى ديك الاطراس ديالهم مثلا على العود ديالنا، فاحسن حاجه نديرو هي اننا ندهنو ديك البلاصه الفازلين. اذا كندهنو الفازلين من بعد كنا يعني كنشوفو نديرو شويه ديال الفازلين على واحد الطرف ديال الثوب كنضيف كنوضعو في داك المكان ديال البقعه كيبقى ليله كامله. اذا ملي تكون عندنا البلاصه ديال البقع بحال هادشي اللي قلت تناخدو طريف ديال الثوب كنديرو فيه فازلين وكندهنو على ديك البلاصه وكنخليوه ليله كامله. في الصباح غير كندوزو على هذيك البقعه اولا كنفركو هذيك البقعه وغتشوفوا بلي كتحيد بسهوله وكيرجع اللمعان ديك المكان وكترجع يعني الماده الصحيحه، يعني كترجع هذيك المبل ديالنا ولا هذاك الفضاء اللي عندنا فيه مشكل ديال هذه البقعه غادي يرجع بحال الاول وكتزول عليه هذيك الماده الشمعيه اللي بغينا نقولوا.
كاين واحد الاقتراح اخر بالنسبه للسيدات ايضا. الا كنا دابا الصيف حنا داخلين للصيف بغينا نصبغوا الدار مثلا، الا بغينا نصبغوا الدار وما بغيناش يعني شي بلايص يتقاسوا لنا بصباغه بحال مثلا الكادرات ديال الشراجم الكادرات ديال الباب، دابا الصباغه تيديروا واحد اللصقه كيدوروها بالكادر باش ما كتقاش. نقدروا ندوروا هذيك اللصقه كيف ما نقدروا نديروا الفازلين البلاصه اللي حنا ما بغيناش تقاس بصباغه، لان الفازلين ماده عازله وبالتالي ما كتوصلش يعني ما كتوصلش داك لو كادر ديالنا سواء ديال الشرجم اولا ديال الباب، ما كتوصلش ليه الصباغه وما كيتكرفش وما كيتجلخش. كاين مجموعه بصراحه ديال الاقتراحات، انا غنحاول ناخذ معايا مكالمات في نفس الوقت نوصلوا ايضا في الاقتراحات. ناخذوا معنا لاله مريم من اكادير. لاله مريم مرحبا. مرحبا بلاله مريم. فيك الو. اهلا وسهلا، اش اخبارك لاله؟ بارك الله فيك لاله. الله يطول عمرك. الله يخليك. على نسالت الخميره البلديه الا ما كانش متوفر اللبن البلدي يكون من مصدر النيت حقيقي، كناخذوا غير مطيشه، غير واحد مطيشه. اييه هذه طريقه جديده باش نديروا الخميره البلديه. باش كاينه طرق كثيره. نعم تفضلي. اييه كتسلقيها في الماء، غير واحد مطيشه صغيره كتسلقيها في الماء. اييه داك الماء ديالها كتصفيه بيه باش كتعجني داك الطحين ديال القمح. اييه ولا الطحين ديال الذره بالماء ديال مطيشه مسلوقه. الماء ديال مطيشه ما يكونش سخون ثاني حتى يبرد شي شويه. دافي. ايه وكديري جات غير خبيزه صغيره هكا غير واحد شي شويه. وكتزيدي تخلطي معاه الطحين ديال الذره. اييه راه ما كت واحد ثلاثه ديال السوايع اولا اربعه راه في ساعه كتطلع ديك الخميره البلديه. واخا اذا دابا تناخذوا الماء ديال السليق دافي ديال المطيشه. اييه وتنديروا عليه القمح ونديروا عليه الشعير. اييه نديروا القمح والشعير كنخلطوهم بجوج. لا الشعير غير الطحين ديال القمح العادي ديالنا ديال البلاد. حسمت الذره قلتي الذره. اييه حتى الطحين ديال الذره، حتى الطحين ديال الذره تخلطوا به الا كان متوفر عندها. سوا الذره سوا القمح. اييه اييه كيف كيف هذاك سميتو. يعني خلطهم راه ما كتكملش ديك ربعه السوايع اولا خمسه راه كتطلع الخميره. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. والسر اللي غادي باش تقول لك راه ما كتخمر ليهاش يحاولوا ما يديروش السكر في العجينه ديالهم. اييه كاين بعض السيدات اللي كتعجن الخبز كدير واحد الطريف ديال السكر. والملح ما ديروش في الاول. ملي غادي تعجن الثاني من بعد الا كانت كتعجن بيديها حتى من بعد حتى كتقرب باش تحطو يخمر عاد كدير في يديك شويش ديال الملح. اذا كدير غير الدقيق والخميره البلديه وكتجمع بالماء. اييه بوحديتها كان اخو كان لوحاني تكون هات الماء داكشي اللي شاطلي ثاني من العجينه كنهز غير القدر باش نعجن ثاني الا غبا ليه. اييه ما كنزيدش الخميره الروميه ما كايناش كاع بالمره. يعني دابا لاله مريم انت كتوجدي العجينه ديالك كتصاوبيها وكتزيدي حتى الاخر عاد كتزيدي المليحه وكتخبزي الخبز ديالك ولكن قبل ما تزيدي المليحه كتهزي عاوتاني واحد الطريف باش كتعاودي تخمري به الغد ليه. اييه لا غدا ليه كتخليها يومين ثلاث ايام ماشي مشكل. راه الله يعطيك الصحه. وعلى ذكر عافاك الحريره الله يرحمك الوالدين الحريره حتى هي كتهزي من ديك الخميره البلديه الا بغيتي تطيبي الحريره في العشيه ديالك. اييه ديك الخميره كتهزي منها واحد جهد معلقه وكتزيدي عليها الطحين ديال القمح مغربل ماشي فورس. اييه وكتخليها في الصباح حتى العشيه هي اللي كتحوي كتحمضي بهذيك الحريره ديالك. الله يعطيك الصحه لانه دابا كندوروا الحريره بالفورس مثلا. لا ما ندوروا هذه طريقه زوينه باش تدور الحريره. الا ما بغيتيش كاع داك الطحين كيجيك شويه قاسح ديال النخاله كتعاودي كتنهي ليه مزيان ولكن راه من الصباح الا كنتي فكرتي باش غادي ديري الحريره في العشيه ورمضان تبارك الله راه جاي الشهر الكريم هزي واحد المعلقه ولا جوج معلقات من ديك الخميره اللي كنتي مخمره. اييه كدي هذه ثاني في قريعه القدر اللي غادي تدوري به حريرتك. اييه الله يعطيك الصحة. يعني دابا كاين بعض السيدات اللي كيدوروها بالبطاطا مثلا أولا كيدوروا هذه طريقة زوينة. بهذا والقزبور كندقوا في المهراز أنا وكنعصر غير الماء ديالو. بيه باش كندور مع ديك الخميرة البلدية. اييه راه كطلع الخميرة حامضة الحريرة كطلع حامضة غزالة. الله يعطيك الصحة تبارك الله. عندي الكثير ديال وليت كندون دابا مرحبا داكشي ديال المأكولات التقليدية وهذا. كنشكر بزاف الدكتور الحليمي وكنشكركم كاعكم بزاف. مرحبا. لالا مريم بقي معنا ما تقطعيش غادي نرجعك صون داخلي لنا الرقم الهاتفي ديالك. واخا هكدا باش نتواصلوا ان شاء الله الكثير الكثير. مرحبا بلالا. لأنني أنا بنت زعما بنت 50 عام. مرحبا تبارك الله وصل عندي كلك شباب. بارك الله فيك. مرحبا بلالا مريم.
ميدير واخا شكرا برك الله يحفظك لاله. سي بون هذا الرقم الهاتفي ديالك ياك لاله مريم؟ ديالي صافي مرحبا. نتواصلوا معك ان شاء الله وبطبيعه الحال باب مفتوح امام المستمعات كاملات. اننا بطبيعه الحال نديروا واحد السلسله من المكالمات لانه كانت غابت واحد الفتره متواجد الشهر، ولكن على اساس ان المستمعات يكونوا كيشاركوا معنا كل شيء باش تحت ما يبقى فيه الحال. فاهلا وسهلا ومرحبا بطبيعه الحال كل اللي عنده هذه الرغبه هذه تواصلوا معنا بارقامكم الهاتفيه ونديروها بشكل دوري. كل مره ناخذوا افكار واقتراحات من عند المستمعات الكريمات علاش لا نطوروها مع بعضنا. فاهلا وسهلا ومرحبا بلاله مريم ومشكوره واكيد غنتواصلوا معك خارج البرنامج. شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا من مدينه اكادير. ترحب بكل المستمعات الكريمات اللي كيتواصلوا معنا دائما في هذا اللقاء المباشر، وغادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه مواليه نتعرفوا عليها. مرحبا بلاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اش اخبار لاله؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. انا كنشكركم بزاف 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 على هذه الاذاعه اللي كنستافدوا منها بزاف، وبغيت نشكر بالتحديد مامون الدريبي. مرحبا بلاله الله يحفظك وسلامك يوصل. والدكتور الحليمي. مرحبا بلاله الله يطول لينا عمرك بارك الله فيك. اهلا وسهلا. بغيت نعطي طريقه ديال الخميره البلديه. راه ابسط ما يكون، ابسط كما قال الدكتور الحليمي. الله يعطيكم الصحه تبارك الله عليكم. لا لا نعشونا بهاد الحداقه تبارك الله وصلى على النبي. مرحبا. وشويه وصافي. لا وتبارك الله. لا 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 الليالات المغربيات كلهم فوق الراس تبارك الله وصلى على النبي. كل وحده كدير مجهودها في دارها الله يكمل عليها يا رب. ربي يخليك. اهلا وسهلا. تفضلي لالا. اي وحده في دارها راه عندها طحين ديال القمح بالنخاله ديالو. اييه. كنغربلو شويه ديال الطحين، كناخذوا النخاله ديالو. كناخد واحد الحقنه كنلوحوها بشي قرعه، المهم شي حاجه ديال الدجاج كنتفاداو البلاستيك. اييه. كنخويو عليها كاس ديال الماء. وكنغطيوها ببلاستيك غذائي. وكنحطوها فشي بلاصه تكون دافيه ونخليوها تبات ليله كامله. الغد ليه كناخدو طحين ديال القمح اللي غنعجن، المهم واحد الكميه على حسب كل وحده والكميه اللي كتعجن. كناخذ واحد شويه كنديروه في شي بول ولا ديال الدجاج ولا قرعه ديال الدجاج، كنصفيو هذاك الماء ديال النخاله اللي خمرناه ليله كامله. هو باش كنخلطوا هذاك الطحين. أيه. ديال الزرع. اييه. وكنغطيوه بفيلم اليمونتير ولا الا كانت قرعه الدجاج كنسدوها كنبيتوها حتى هي ليله كامله. الغد لي راه كتلقاها فايضه. وانا صراحه لجينا انا بديت كنطور فيها شويه بشويه. الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسال. كتاخذي الكميات باش غتعجني، كديري الطحين ديالك العجينه مع الملحه كتزيدي عليه الخميره البلديه. اييه. كتخلي واحد 4 ديال المعالق منها باش دوريها عاوتاني. صافي كتعجني العجينه ديالك عادي بالماء دافي وصافي. اشنو كندير انايا؟ كنسخن الفران مزيان حتى يسخن وكنطفيه. تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك. كنطفيه وكنخليه حتى ياخذ الحراره المعتدله. والتكراز بالنسبه للتكراز كنقرصو ما يكونش عاوتاني رقيق بزاف وما يكونش عاوتاني من فوق. باش ما يجيش متقص عاوتاني الخبز. ايه. صافي كنغطيوه كالعاده وصافي كناخذ هذيك اللاطه ديال الخبز كنخشيها في الفران، في هذاك الفران اللي دافي. كتخليه يخمر في البروده ديال الفران، في السخونيه ديال الفران البارده. فوالا فوالا. كوني على يقين انا راه كنعجنو كنحط البنيه ديالي مع السبعه ونسخن فوق كنرجع كنعجن. تبارك الله عليك. كنلقى الخبز خامر. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لاله. ومقشر وكل شيء. وبالنسبة للعيالات اللي كيجيهم الخبز قاصح راه غير الفران، خاصة الفران تخليه يسخن مزيان مزيان يكون نيت سخون درجة عالية ديال الحرارة وطيبو. تبارك الله عليك. الله يعطيكم الصحة. بصراحة دابا كاين بعض الناس اللي غيسمعوا الخميرة البلدية غيظنوا مثلا أنها داخلة في المجال ديال الطبخ، وهي بصراحة داخلة في المجال ديال الحيل ديال لالا مولاتي، لأنه السيدات تبارك الله وصل عندك كل وحدة والحيلة اللي كدير باش توجد ديك الخميرة باش يمكن توجد بها هذاك الخبز، فتبارك الله عليكم يعني أفكار رائعة جدا. بالنسبة للخميرة إلا كنتي فغيمون حابها باش تعجني بها ومشتاقة تعجني بها راه كتطلع مزيانة يعني راه كتخمر ليك وما كتجينيش الخبز ما كيجينيش حامض. ملي كندورها ملي كنخلطها باش نخليها تخمر كنشك فيها ثلاثة ديال الحبات ديال التمر كنحيد لهم العظم ونتكهم.
ملي كنبغي نعجن كنخلطها بهذاك التمر ديالها وكنعجن بها وكنعاود ثاني نجددها. والتمر مفيد بطبيعه الحال، التمر مفيد اكيد بطبيعه الحال كما قال الدكتور الحليمي، راه هذيك ماشي اللبنه ولا غير خمره ولا هذاك التمر كنزيدوه غير باش هذيك البكتيريا تغذى منها. اكيد اكيد، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لالا، شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا، بالعكس حنا كنرحبوا بالجميع، حنا بطبيعه الحال جالسين واحد الجلسه عائليه. انا كيعجبني حافاش كيتواصلوا معنا السيدات وكيعطيونا هذه الافكار وهذه الاقتراحات، بالعكس انا سعيده باستقبال افكاركم واقتراحاتكم. اهلا وسهلا ومرحبا، حنا في جلسه نسائيه نفيدوا بعضياتنا، فشكرا جزيلا ليك لالا، الله يعطيك الصحه. وبطبيعه الحال انا كنرحب بجميع الاقتراحات وبجميع الافكار ديال المستمعات الكريمات، وربما كاين تركيز هذا اليوم لانه كلشي باغي يصاوب الخميره البلديه. كاين السيدات اللي كتقول لك انا صدقات ليا، انا ما صدقاتش ليا، سبحان الله. انا كنشوف بان حتى السيدات ملي كيتكلموا عليها الخميره البلديه مرتبطه بالنيه، النيه خاصها تكون باغي اننا ولا باغيه انها تصدق ليك هذيك الخميره. فتبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه، ما عندي ما يتسالكم، واكيد انني مازال مستمره مع الحدقات. غادي نواصلوا دائما مستمعينا الكرام بطبيعه الحال باقتراحات متنوعه، وشنو بان لكم انا غنرجع ناخذ مكالمات بطبيعه الحال، ولكن قبل منها نواصلوا نعطيو واحد جوج اقتراحات اخرين على الفازلين ونرجعوا ناخذوا المكالمات. مرحبا، باش نواصلوا، عندنا 10 اقتراحات على الفازلين فاش يمكن اننا نعاودوا نستعملوها. كاين واحد المشكل هو انه ملي كيكونوا عندنا حاملات الشموع في الدار، مي كنشعلوا شي شميعه ولا مي كنبغيو نديروا واحد الجو خاص في الدار سواء مع ازواجنا ولا مع وليداتنا ولا مع العائله، علاش لا، كيكون المشكل ملي كنشعلوا داك الشمع كيبقى داك الدموع ديال الشمع تيبقاو يعني الا بغينا نقولوا تيبقاو شويه مسخين هذوك الحاملات ديال الشمع، وما كتجينيش ديك الجماليه. عندنا جوج افكار، سواء في الاول قبل ما كنحطوا الشميعه هذوك، لان دابا الشميعات ولا عندهم داك لو سوبور، قبل ما كنحطوا الشميعه هذيك حاملات الشموع تندهنوا هذوك الريوس كلهم بالفازلين باش كتكون ماده عازله ما كيلصقش هذاك الشمع وتيحيد، سواء انه ملي حنا صافي تصابينا درنا الشمع وكلشي دوك العوينات تعمروا بالشمع تنسحوهم كنرطبوهم بالفازلين، كندوز واحد الطرف ديال التوب كنرطبوهم بالفازلين وكنخليه واحد شويه ديال الوقت ما فيها بس كاع، الا قدرنا نعرضوا شويه للشمس كان داك الشمع كيعاود يسخن وداك الفازلين كيبدا يمتص هذاك الشمع، ومن بعد كنزولوه بواحد الطريقه سهله وبسيطه وتنبقاو محافظين عليه، سواء نحافظوا على حاملات الشمع ديالنا في الاول، سواء الا كنا وقعنا في المشكل نديروا هذه الطريقه باش يمكن اننا بطبيعه الحال نلقاو هاد باش يمكن اننا نعاودوا نستافدوا بهم بطريقه زوينه. كاين مشكل اخر ديال المسكه، تتقدر مثلا الوليدات ولا حتى حنا شي مرات تاكلي المسكه هي في يعني هي كتمضغها طاحت ليك ولا طاحت وما مرضيتش البال وزطمتي عليها ولا عفطتي عليها، تيكون المشكل هو انها باش تحيد. اذا هذه الا تقطع الا لصقات في الارض، اما شي مرات كتلصقنا حتى في الثوب وكنلقاو صعوبه باش نزولوها. فالحل هو اننا كنستعملوا الفازلين فوق هذيك المسكه سواء على الارض او لا على الاثاث، كنديروا شويه ديال الفازلين وكنبداو نفركوها بواحد الجهد، يعني لا كانت في الارض كنبداو نمسحوا في ديك الارض كنحكوها مزيان بحال كنبداو نعاونوها على انها تحيد، الا كانت في الحوايج كننظفوها مزيان ومن بعد راه كتزول بواحد الطريقه عجيبه جدا وبسرعه وما كتخليش ديك لاطراس ديالها، من بعد كنحكو عادي ولا كننظفو عادي بواحد شويه ديال الماء والخل ولا واحد شويه ديال يعني ديال الماء والشامبوان كتزول وما كيبقاش مشكل. ايضا بعض السيدات شي مرات حتى وليداتنا تنبغيو نحتفظوا على الدرجات ديال الوليدات ولا على بعض الامور اللي كيكون فيها نوعا ما شويه ديال 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 الحديد اولا حتى بلاستيك، كنبغيو اننا نحافظوا عليها بالنسبه للالعاب ديال وليداتنا، اولا مثلا كيكون عندنا موتور في الدار ما كنستعملوهوش بزاف اولا شي حاجه في الدار ما كنستعملوهاش بزاف، اذا احسن حاجه هو اننا كندهنوا دوك الاجزاء المعدنيه الموجوده في هذه الماكينات بالفازلين باش نتجنبوا الصدى، لان شي مرات حتى لي بيسيكليت الوليدات تنستعملوها مثلا كنخرجوا عليهم في الصيف وكنحيدوها مثلا في فوقيسه ديال القرايه ولا، اذا كندهنوا دوك البليسات اللي يمكن يتصداو مع البروده مع الرطوبه ديال الجو الى غير ذلك، كندهنوهم بالفازلين، مي كندهنوهم كيتجنبوا الصدا بحال كنعزلوهم بحال كنوقيوهم من انهم يتصداو. وبطبيعه الحال الدواء ديال الصدا
انا لانه ديك المره تفاجات بسير من الاسرار ديال يعني ديال احدى الممونين الكبار بطبيعه الحال اللي كيستعملوها الطريقه هذه باش ينظفوا الصدى اللي يمكن انه يجي لانه شي مرات كتكون يعني ديبو كبيره كتكون مجموعه من الاواني فضيه اينوكس شي مرات اواني شحال عاد كنوصلوا ليهم كيتصداو ولا كيكون عندنا صدى شي بلاصه. احسن حل هو اننا كنغسلوا الصدى بالمشروب الغازي الاسود. اذا الدواء ديال الصدى هو اننا كنغسلوه بالمشروب الغازي الاسود تنرقدوه في ذاك المشروب الغازي الاسود تنخليوه شي شويه وتنظفوه فالصدى كيزول واحد يعني بواحد الطريقه رهيبه جدا وكيزول كانه عمر ما كان. غادي نوصلوا دائما وانا كنعطي افكار وكنعطي اقتراحات كناخذوا ايضا مكالمات المستمعين. ناخذوا معنا مكالمه. مرحبا اهلا وسهلا بلاله. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك. الله يطول عمرك. لاله مرحبا بك. شخبارك صحتك لاباس؟ غنخرج على الموضوع. مرحبا مرحبا. بالنسبه للخميره البلديه هي اسهل طريقه في الخميره البلديه وهي الطريقه اللي قال محمد الحليلي. أيه؟ يعني سهله وبسيطه وبلا لبن بلا حتى شي حاجه. غير الطحين بوحدو المهم الطحين بنخلطه الدقيق الكامل. كناخذوا واحد بحال ديك اللي كنهزوا بها الطحين جوج بالات كنقولوا. اييه يعني هذيك هي الكميه اللي غتخمر لك العجينه. اما الا درتيها في الكاس راه ما عمرها غيخمر لك العجينه وتبقاي تسني فيها حتى واخا 3 ايام ما غاديش تخمر. كنهزوا جوج البالات كنحركوهم مع الماء ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله. صافي كنتبدوا عليها نتبدوا عليها مده 140 ساعه كتولي عندنا خميره عاديه كنخمروا بها كتخمر مدة ديال ساعتين ونص ثلاثة سوايع كتعطيك خمير كتعطيك عجينة خبز عادي ما خامنش بزاف يعني زوينة بزاف. أييه الله يعطيك الصحة تبارك الله. يعني طريقة سهلة اللي ملي كديري البن كيولي حامض بزاف وحتى واحد ما كيبغي ياكلو وما كتجيش زوينة. مرحبا. المهم هذه هي الطريقة اللي كندير أنا وكندير منها هذيك العجينة كندير منها البيتزا الدراري كندير منها هادشي بلا دقيق بلا دقيق الآخر غير الزمش بوحدو. اييه والبيتزا ملي كديريها ما كتجيش قاصحه؟ لا ما نهائيا كندير شويه الزبده وشويه زيت العود صافي وكنديرها هكا كنقطعها مطويات صغيرين ولا كبيره كيف ما بغيت صافي عادي وكتجي عادي. انا قلت لك ولادي كيديو الماكله للكل يعني ما كيقولوش لي ماما راه حامضه ولا قاصحه ولا عادي كتجي عاديه جدا. الله يعطيك الصحه. اي حاجه دير منها دوك الكريسات اي حاجه دير منها الخميره البلديه يعني ما كتجيش شي حاجه خايبه بهذه الطريقه اللي كيقولوا الناس كتجينا حامضه ولا. تبارك الله عليك. هذه الطريقه وراه غتجي زوينه. ما عندي ما يتسالك. تبارك الله عليك لاله الله يعطيك الصحه و ما عندي اش نقول لك. تبارك الله على لاله مريم وخلاص. بغيت النمره ديال ثناء ممكن واخا لاله رجعك دابا للستوندار وهما يعطوك الرقم الهاتفي. مرحبا بلاله وتبارك الله عليك لاله مريم على الاقتراح ديالك اقتراح رائع جدا الله يعطيك الصحه. اليوم كيظهر لي المستمعات ركزوا على الخميره البلديه وبطبيعه الحال حنا سعداء نسمعوك هذه الاقتراح ديالكم وسهوله في انكم توصلوا لها. انا كنوجه تحيه لاله حنان صديقتي من المستمعات الكريمات على الفيسبوك صيفطات رساله كتقول لها سلام اختي سكينه نهارك مبروك اختي هذا خبيز بالخميره البلديه عجنته مع التسعود ومع الحطاش خمر ليا وشهيتيني في هذه الخبيزات ديال خبيزات روعه في الصراحه وطلعوا زوينين وطلعوا مزيانين ويتكالوا لانه كثير من السيدات ربما كتقول لك ديما داش الخميره الخبز غيجي متقص غيجي قاصح فريمون خبيزات روعه. انا كيبان لي هذا خبيز ديال الشعير الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك اولا خبيز القمح ولكن مطروح بالبلبوله من الفوق تنقول الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك. وبالصحه والراحه لاله حنان بالصحه والراحه. ناخذوا بعض الاسئله ديال المستمعات الكريمات على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك. كاينه دائما اسئله على الخميره اولا اقتراحات على الخميره البلديه مجموعه من اقتراحات الخدود القهوه انا غنبارطاجيها تو دو سويت. الاقتراح ديال خديجه لاله خديجه كتقترح علينا طريقه باش نوجدوا الخميره البلديه غادي تلقاوها الان على الصفحه ولا على الصفحه الاولى طبيعه الحال. كاين اقتراح ديال المستمعه الكريمه كتقول الا بغينا نديروا الثومه بودره غادي ناخذوا الثومه غادي نديروها في لاطا ونديروها في فران يكون سخون من قبل يعني كنشدوا الفران كنسخنوه واحد ربع ساعه من قبل تنديروا الثومه ديالنا كنفرشوها وكندخلوها داك الفران يعني هذيك الثومه بحال كتقصح في ديك البروده ديال اولا في ديك السخونيه البارده ديال الفران كنخرجوها من بعد
وتنخليوها واحد 3 ايام في المطبخ كتمتص ديك الرطوبه، ومن بعد كنطحنوها وما كنضيفوا عليها والو، كتكون عندنا ثومه بودره في الدار من صنع يدينا. تبارك الله عليك لاله، الله يعطيك الصحه. ايضا من الاقتراحات ديال لاله هدايا واللي بارطاجيتها لكم على الصفحه الرسميه بطبيعه الحال، كتقول هذه 10 ديال الحويجات ما كيخصهاش نديرهم في الثلاجه. اذا 10 ديال الحويجات ما كيخصهاش نديرهم في الثلاجه. اول حاجه لاصوص بيكونت، اولا يعني الصلصه الحاره كتبقى صالحه يعني في فين كنديروا الماكولات ديالنا، يعني فين كنديروا فين كنديروا السباكيتي، فين كنديروا المقرونيه، فين كنديروا الدقيق، فين كنديروا القوام. اذا نقدروا نخليوا لاصوص بيكونت معاهم كتبقى صالحه لمده 3 سنين كما قالت السيده. ثاني حاجه البطاطا، كتقول البطاطا الا درناها في الثلاجه كتفقد النكهه ديالها، يستحسن اننا نديروها في واحد الكيس ورقي ونديروها في السله ديال الخضره اللي كتبقى برا، يعني كتبقى برا مع البصله. ما نديروهاش في كيس بلاستيكي لانه كيحبس الرطوبه والضيق، ما نبقاوش الاكياس البلاستيكيه بطبيعه الحال كنستعملوا فيها الخضره. هذه طريقه زوينه، كنديروها في كيس ورقي وتنخليوها، فهو كيعاون وكتبقى مزيانه لمده 3 اسابيع الا خليناها خارج الثلاجه. الاقتراح الاخر اللي كيخصو تا هو يبقى خارج الثلاجه هو الخبز. كتقول الخبز التبريد العادي كيخليه يولي قاصح، هادشي علاش كنحتفظوا به خارج الثلاجه. ما دمنا غناكلوه في واحد 3 ايام، يعني في 3 ايام مثلا، وكيبقى ولا بغينا نخليوه في الثلاجه فكنجمدوه. هذه بصراحه وغالبا ما غيبقاش الخبز 3 ايام بصراحه، يعني الخبز كتاخديه تقدري تاخديه في 12 ولا تاخديه الصباح، غادي تغدي منه اولا غتفطري منه تغدي منه تعشي منه اولا غتفطر تغدي منه تعشي منه وتفطري منه الغد ليه، اذا ما كيبقاش مده كثيره. وهذه طريقه باش يمكن نحافظوا عليه تيبقى طري. وسي فغي هذه يمكن كونفيرميها المستمعات الكريمات، يعني مثلا الخبز كنقدر ناخذه في 12 نتغداو منه غادي نتعشاو منه الصباح نبغيو الصباح في الدار باش نفطروا تيبقى مزيان، خاصه الا كان خبز القمح كامل معجون بطريقه مزيانه كيبقى مزيان. ايضا كتقول باللي الثومه باش تبقى صالحه لوقت طويل كيخصناش نديروها في الثلاجه، ما خصهاش تعرض للرطوبه وما نكدسوهاش بزاف من فوق بعضياتها، نخليو لها مجال باش تهوى وباش يدوز الهواء ما بين الريوس، هكا كتبقى مده طويله. كتقول ماتيشا، غنتفاجئ في هذه المساله انه كثير ناس كيقولوا ما درتش ماتيشا في الثلاجه غادي تخمعش. السيده كتقول لنا او المقترحات ديال لاله هدايه كتقول البراد او الثلاجه كتفقدها النكهه ديالها، يستحسن ان نخليوها خارج الثلاجه ونستمتعوا بطعمها الاول. اما اذا كانت غير نضجه فنديروها في واحد كيس ورقي ونسدوا عليها ونخليوها حتى تنضج. كتبقى ماتيشه ديالنا مزيانه لمده 4 ايام خارج الثلاجه. اذا هي هذه القضيه السيده انها تتقدى المقضيه ديال السيمانه ديالها، اذا مده 4 ايام ولا 5 ايام وهي كتستعمل هذه الامور هذه ممكن تكون يعني ممكن انها تقدر تيسرها بهذه الطريقه هذه وتحافظ على البطاطا وتحافظ على ماتيشه بالنكهه الحقيقيه او النكهه الاولى ديالهم. كاين اقتراح اخر ديال القهوه، كتقول ما نديروش القهوه في الثلاجه لانها كتشم الروائح وغتلتقط لنا اي ريحه كنديروها يعني في الثلاجه، وبالتالي غتغير النكهه ديالها وما غتكونش مزيانه باش نشربوها. اذا افضل طريقه كتقول باش نحتفظوا على القهوه نديروها في واحد يعني في واحد الوعاء يكون محكم الاغلاق. ودابا كاينين هذوك الا بغينا نقولوا واحد القريعه ديال الزاج كيتسدوا معقمين، تنخليوها فيهم ناخذوا الصغار فيهم الصغار فيهم متوسطين فيهم الكبار تبارك الله وصلى على النبي. الا دخلنا لبلاصه الماعن راه نتلفوا، خاص غير الخاطر والفلوس وشنو محتاجين، اذا الا دخلنا لذاك الشيء راه غادي نتلفوا. فكاين هاد الامور هادي ناخذها على القياس ديالي وندير فيها القهوه ديالي فهي كتبقى مزيانه لمده 4 ايام خارج البراد. عفوا هي كتبقى مزيانه الى خليناها في واحد الوعاء محكم وفي خزانه بعيده على اشعه الشمس مباشره، فهي كتبقى مزيانه ماشي كتحدد بالوقت بطبيعه الحال حتى كنسهلكوها. الزيوت، كتقول الزيت وخاصه زيت الزيتون وزيت الكوك، لان يعني الناس بداو كيستعملوا دابا نوعا ما زيت الكوك في بعض الامور، فهي كتقول ما نخليوهاش في البراد. سي فغي زيت الكوك كتجمد وزيت الزيتون حتى هي كتجمد وكتولي بحال السمن، فمن الاحسن اننا نخليوها دائما في واحد القاعه ديال الزاج بعيده على الضوء بعيده على الحراره. بقاو جوج من 10 ديال الامور اللي خصهمش يكونوا في الثلاجه، بقى البنان وبقى العسل. اذا البنان كتقول ما نديروش البنان الاخضر في الثلاجه، علاش؟ لانه ما عمره ما غادي يطيب بهذه الطريقه. اما الا كان البنان اللي عندنا ديجا بدا كيطيب وبغينا ناكلو فمن الافضل اننا نديروه فمن الافضل اننا
من الافضل اننا نديرو في الثلاجه لانه غيصبح اللون ديال القشره ديالو بنيه لكن داخله كيبقى كما هو ايفيكتيفمون لانه البنان اللي خليناه برا على الثلاجه تيكون مشكل. ولكن الا كان عندنا خضر وبغيناه يطيب نخليه خارج الثلاجه وماشي في الثلاجه. اخر حاجه العسل وكلامكم عسل مستمعينا الكرام كتقول كيتمثل العسل بعوامل كتحفظه من انه يفسد فبعض انواع العسل موجوده في يعني في البر منذ الاف السنين وباقى يعني وكتكون دائما مزيانه وصالحه للاكل فالا درناها في الثلاجه غادي تجمد وكيتجمد داك السكر الطبيعي اللي فيها وكتصبح من الصعب اننا نكبوها. العسيله نخلي واحده انا عاديه في البلاصه اللي حنا حاطينها عاديه كتبقى مزيانه كيما تعودتوا يوم اثنين يوم التاويل يوم ثلاثاء يوم المظهر مره نسائي مره رجالي يوم الاربعاء يوم التقليدي ويوم الخميس يوم الديكور. فاهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا ونتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظنكم وتطلعاتكم. كنشكر مستمعتنا لاله حنان قالت لي الله يبارك فيك اختي سكينه كيجير الطب غير القمح بالنخاله وكيتقرص بالبلوه رقيقه راني عرفت راه فرزت الخبيزه شنو فيها الله يعطيك الصحه. وكتقول اختي سكينه حتى انا ما كنديرش مطيشة في الثلاجه هي كت يعني ها هي وراتني الصوره كتفرش لها غير الورق ديال الزبده من بعد ما كتغسلها وكتمسحها وكتحطها فوق يعني البوتاجي ديالها ولا فوق كتحطها في واحد الشبيكه بطبيعه الحال وكتخليها وكتبقى مزيانه. اذا هذه فكره اللي مجربينها المستمعات للكلمات بطبيعه الحال وني كنشكركم عليها لانه حتى انا غادي نجربها هكذا غتكون احسن وغتكون افيد بطبيعه الحال. مشكوره لاله حنان على تواصلك معنا اهلا وسهلا ومرحبا بك. غادي نواصلوا وناخذوا معنا مكالمه ونرجع نعطيكم جمعه من الاقتراحات دائما مرتبطه بالفازلين. معنا لالا امينه من الدار البيضاء. مرحبا بلالا امينه. الو اهلا وسهلا لالا. الو لالا السكينه هذه. اييه مرحبا بلالا امينه. لا فاطمه. لالا فاطمه مرحبا بلالا. الدار البيضاء. مرحبا بلالا فاطمه مدينه الدار البيضاء الله يزيد ويبارك الله يحفظك وكنحبك في الله. الله يكبر بيك لالا العلي العظيم الى ان اعزاز كلكم من غادي المذيعين والصحفيين. الله يحفظكم لالا يحشمنا يا رب. ربي يخليك. انا اول مره كنعيط مرحبا للراديو. مرحبا مشرفه ومنوره في دارك. ربي يخليك يخلي لك وليدك. امين يا رب. مرحبا تفضلي. بغيت غير سمعت الخميره البلديه. انا ما كندير لا طحين ولا زرع ولا والو كنربيها حبيبتي. في الاول ما كتكونش عسى كيجيب الله كنسافر ولا ما كنبقاش نعجن. كنربيها كناخذ ثلاثه ديال التميرات. اييه دوك التميرات يكونوا شويه معسلين. كنشللهم هكا نزيدهم تحت الروبيني نشللهم ونحلهم ونخليهم بالعلفه ديالهم. اييه وكندفي الماء ونخوي عليهم المويه ونديرهم فشي هكا جبانه ونغطيهم. اييه هذاك النهار لا غدا كتشمي كتصبي حماض هذاك الماء. اييه دار بحال كشكوشه بيضه وحماض. هي هذيك كتشدي الزرع ديالك شعير ولا زرع ولا ذره ولا اللي كان وربي الخميره ديالك كما ينبغي. ولكن ديري الطحين الكافي. انا كنسمع الناس كيقول لك ما كيخمر لهمش. راها حبيبتي يديروا الخميره بزيت. اييه ومنين يعجنوا يسخنوا المنديل ديال الخبز باش كيغطيو الخبز. ويسخنوا اللاطا حيت حنا دابا فصل الحال بارد. خاصك ديك هذا باش تخمر لك. أيه. كيقول لك ما كتخمر لهمش. أيه. داك المنديل وديك اللويطه نسخنوهم وهالخميره ديالك وعجني عندك ساعتين ونص حتى ثلاثه السوايع الا تعطلتي. الله يعطيك الصحه مالك يسالك لاله فاطمه. غزال وانا مع عندي الطونسيون الله يجيك الله يشفيك وانا دوزت قسيط بالمصره الكبير الفضل كيرجع لله وليكم والدكتور الحليمي الله يجازيه بخير. الله يحفظك. كان عندي الله يجيك القبط. وما خليت حتى طبيب. الحمد لله. دابا هادي عامين ونص باش درت الخميره بلديه والخبز ما كناكلش واخا فين ما مشيت كندي خبزي. وليت عادي كندخل بحالي بحال عباد الله. الحمد لله. مابقاش عندي داك المشكل ديال القبض. اييه. بالخميره بلديه وكنفطر بها وكنتغدى بها ونتعشى بها والناس كيقول لك حامضه ابدا انا واش كنمشي حموضه ولا. مسالة مسالة تعود. هاد القضية سمع الدكتور الحليمي كيقولها قال لك إلا بغيتي الخميرة حبيتيها إلا حبيتيها كتربى كتخمر لك دغيا. أييه وفعلا والله دابا أنا اللي شتو كنصحو
واخا نتلاقى غير مرا في الزنقه نقولها ليها، نقولها يا ودي عليك بخمير ونحمد سيدي ربي ما بقاش عندي داك المشكل، الحمد لله ما تتقادوا معيتي، ما بقاش عندي القبط نهائيا. الله يرجع الفضل ليكم ولاذاعتكم، والله يكثر من امثالكم. الله يحفظك، وكنتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا جميعا، لا قريبان ولا سناء ولا السيده مستقبلت المكالمات. الله يجازيكم، الله يكثر خيركم، الله يجعلكم ديما في المرتبه الاولى. الله يحفظك، شكرا جزيلا ليك لاله فاطمه. الله يكبر بيك، الله يطول لي عمرك في عويناتك الغزالين لاله يخطيك. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، امين يا رب العالمين. شكرا ليك لاله فاطمه، وسعيده جدا بتواصلي معكم. مرحبا بكل المستمعات، والله العظيم كنفرحوا بزاف ملي كنسمعوا المحبه ديالكم. الله يجعلنا دائما عند حسن ظنكم وتطلعاتكم، وهي فرصه ربما باش نوجه تحيه لاله فاطمه وامنيه من الرباط، ونوجه تحيه لاله جميله ايضا تواصلت معايا في الويكاند، فانا كنوجه تحيه لكل المستمعات الكريمات فين ما كنتوا، فين ما كنتوا بدون استثناء. الله يخطيكم علينا، الله يجعلنا دائما عند حسن ظنكم وتطلعاتكم، وحنا في الخدمه ومرحبا بكم، وقت ما بغيتوا تجيو عندنا الدار مفتوحه، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غادي للاسف بقى معنا مكالمات كثيره، كنعتذر من المستمعين لانه ما بقاش معنا وقت، ولكن غادي نختم بجوج الاقتراحات فيما يخص الفازلين. بطبيعة الحال اخر اقتراحات بالنسبة للغطايات ديال صباغة ديال الظفار ولا مواد لاصقة معينة، مع الوقت كتلصق ما كتبقاش تبغي تحلينا. احسن حل هو اننا كندهنوا الراس بالفازلين وكنسدوا، كل مرة كنعاودوا نستعملوا كندهنوا بشوية الفازلين وكنسدوا، عمرها ما كتكون معكسة ولا كتعذبنا باش تحل، كتولي تحل بسهولة، ما يمكنش لكم تصوروا كي داير. ايضا ملي نكونوا كنصبغوا الشعر، كثير من السيدات كيتشكاو انا ملي كتصبغ الشعر الجبهه ديالها كلها كتعمر، الجناب ديال وجهها كلهم كيعمروا، اللور ديال شعرها كله كيعمر. اذا احسن حل هو انه البليصات اللي غادي يكونوا مثلا الدورات ديال الراس ديالنا كلها هي اللور ديال العنق ديالنا، كلشي داكشي كندهنوه بالفازلين، تنصبغوا الشعر ديالنا، تنغسلوا الشعر ديالنا، تنديروا لادوش ديالنا، ديك الفازلين ما كتخليش نهائيا البقع ديال الصباغه كتبقى عازله. راهي انا نعاود نرجع بان هي الفازلين ماده هازله ما كتخليش لينا هذاك يعني داك البقع اولا ديك النقيطات ديال الصباغه ينزلوا. بصراحه مستمعينا الكرام كانت اسئله وكانت افكار كثيره، غادي نرجعوا ان شاء الله ونجاوبوا عليها، وكنذكر باللي يمكن لكم تواصلوا معنا على الصفحه وتشوفوا مجموعه من الاقتراحات اللي اقترحنا عليكم، وايضا تكون فرصه باش تستقبلوا اولا باش علاش لا نتفاعلوا مع بعضياتنا ونجاوبوا على اسئله المستمعات. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع باقتراحاتكم باسئلتكم، اهلا وسهلا ومرحبا. ولقاء يوم الاثنين كيف ما تعودتوا عليه، لقاء التاويل ولقاء بطبيعه الحال الحيه المنزليه والاقتراحات المنزليه. كنشكركم جزيل شكر مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، كنتمنى لكم شهيه طيبه. شكرا ليك وفاء فائزه اليوم في الاخراج، سميحه شوف استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، عود القاكم تمام الساعه الثالثه وبرنامجكم استشاره قانونيه، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.